ايه ده؟ انت عندك ضيوف ولا ايه؟ لا 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 ابدا، دي لا ضيوف ولا حاجه، دي سلمى بنت خالي. اه سوري سلمى حبيبتي، عامله ايه؟ اصل انا ما شفتكيش من يوم الفرح. الحمد لله، ازيك يا صفا؟ الحمد لله يا حبيبتي. ايه اللي جابك على سهوه كده يعني؟ مش عوايدك. مش ممكن محي كده طول عمره يموت في الهزار. طب ده انا يوم اه يوم لا هنا بعدي عليه وانا مروحه، اصل يعني بكسل اروح لوحدي، مش كده ولا ايه يا حبيبي؟ طيب استاذن انا. طب استني اوصلك. وفي طريقنا يعني. ملوش لزوم، بعد اذنك. متشكرة قوي. مع السلامة يا حبيبتي. هتفضلي مبوزة كده كتير؟ لغاية لما تديني تفسير. تفسير ليه؟ ما تهدي يا صفاء، مالك؟ هي ايه اللي وداها عندك المعمل؟ عادي، كانت زيارة عادي. انت هتستعبط؟ من امتى يعني؟ من يوم ما خرجت من السجن يا صفاء. من يوم ما جبتوني انا اتصدر بينها وبين اخواتها، ابقى انا الواسطة بينهم. عايزاني ايه؟ ارمي لها الفلوس كده وخلاص، اقفل الباب وكل واحد يروح لحاله؟ اوكي انا ما عنديش مانع، بس صدري اخواتها بقى هم اللي يكلموها. اخواتها لو عارفين الموضوع يخلص في قعدة كانوا عملوها وريحوا نفسهم. يا سلام، وانت بقى الصدر الحنين اللي هيحل المشاكل كلها. النهارده بتشتكي لك في المعمل، كمان يومين هتعيط لك في كافيه، مش بعيده بعد كده الاقيها على سريرنا. خلي بالك من كلامك يا صفاء، انا مش بعد سنين الجواز دي كلها هعمل كده. انا جايز ما صدقش ان انت تعمل كده، لكن هي تعمل كده واكتر من كده كمان. انا كل اللي طالباه منك يا محي انك ما تنساش هي عملت ايه. حتى لو خرجت براءه هتفضل هي سلمى اللي قتلت واللي خانت قبل كده واللي هتحاول تاخدك مني، وده اللي انا مش هرضى بيه ابدا. انت قبل كده قلت لي ان الباب ده هيدخل لنا مشاكل كتير، وانت كان عندك حق. المره دي بقى الباب ده في ايديك انت، وانت الوحيد اللي هتقرر ايه المشاكل اللي هتجيلنا من وراه، ولا اتمنى ان اللي حصل النهارده يكون اخرها. شقتي. صاحبة الشقة يا حضرة الضابط. دكتورة سلمى؟ أيوة، وفي إيه؟